بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، انتهى السجود، ولكن ليس كل السجود، سوف نسجد سجدة أخرى. وفي الحقيقة الصلاة عجيبة، تنتقل فيها من حال إلى حال أخرى، كل واحدة لها معانيها الخاصة وطعمها الخاص وأداؤها الخاص. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، فإذا كان ساجدا يقول الله أكبر ويجلس، هذه الجلسة بين سجدتين. وكان أحيانا يرفع يديه مع هذا التكبير، يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، يعني ظهر الرجل على الأرض وتكون باطنها اتجاه جسم المصلي، فيقعد عليها مطمئنا. الجلسة هذه لا تكون سريعة، بعض الناس يسجد سجودا سريعا هكذا، ثم جلوسا سريعا، ثم رجوعا سريعا. لا، اطمئن اطمئن، كن مطمئنا، اجلس حتى يرجع كل عظم وعضو إلى حيث الجلوس، ثم بعد ذلك انتقل إلى الركن الذي يليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصب رجله اليمنى فتكون منصوبة مرتفعة، أطراف الأصابع يستقبل بها القبلة. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقعي، أي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، هكذا تكون جلسة بين السجدتين بهذه الصورة. وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حيث تكون الجلسة هادئة، وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني ظن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي، هو جالس هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذه الجلسة رب اغفر لي، رب اغفر لي. وبعض أهل العلم قال لو زاد عن سنتين جاز، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب، ويزيد رب اغفر لي. فما هي المغفرة؟ نحن نسمع رب ارحمني رب اغفر لي، نفهم عموم المعنى لكن دقيق المعنى. قال ابن القيم رحمة الله عليه: المغفرة هي محو الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره، مأخوذة من وقاية المغفر للمحارب. المغفر هو الحديد التي هي كالقبعة يلبسها المحارب، هاي تسمى المغفر، يعني عندنا في هذه الأيام نسميها الخوذة. فهذه اللي من حديد، هذه تحمي المقاتل من ضربات السيف وغيره. فكما أن المغفر يحمي صاحبه من أثر الضرب، المغفرة تحمي صاحبها من أثر الذنب. وكما أنه يستر رأس صاحبه، فكذلك المغفرة تستر صاحبها، يسترك الله عز وجل. فلا الذنب أثره يؤذيك ولا أنت تفضح أصلا، هذه مغفرة عظيمة. وكان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا إذا أراد أن يسجد. وأنت بين السجدتين تكون في وضع ذل، لأنها أذل جلسة، هذه الجلسة هذه أذل جلسة. ذاك الله عز وجل ذكرها للناس، سوف يجعلها للناس يوم القيامة، قال وترى كل أمة جاثية، هذا الجثو. ولهذا تجد الذي يوضع للقصاص لإقامة الحد عليه يجلس هذه الجلسة انتظارا لتنفيذ الحكم، حكم الإعدام، لأنه أخطأ خطأ واحدا، وهو ينتظر من أولياء القتيل العفو أن يعفون عنه، مع أنه ربما لم يصدر منه إلا خطأ واحد فقط. وأما نحن فكم خطأ وذنبا فعلناه في حق أنفسنا، ومع هذا نقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. شاهدوا معي لو سمحتم هذا العرض، هذا شخص سيقام عليه الحد، سحبوه ووضعوه حتى جثع ركبتيه، نفس الجلسة التي يجلسها بين السجدتين. لاحظوا إخواني، هو جالس الآن ويقيدونه وينتظرون نطب الحكم، ويقولون الصك الشرعي الذي صدر فيه ويهيئه، وهو ينتظر الآن.
ينتظر أنه بعد قليل سيرى ملك الموت. عدد من العسكر موجود، ثم بعد ذلك سوف يقام عليه الحد، ولكن الناس تنتظر. وهذه الجلسة إخواني جلسة غاية في التذلل. الإنسان إذا جلس في المجلس بين أهله وأصحابه فإنه غالبا لا يجلسها، إنه تجده يتربع أو يجلس على كرسي في الأعلى. أما هذه الجلسة فهي جلسة ذل، وأولى من تذلل وهو هو الله جل الله في علاه. أتى إليه الشرطة يكلمونه ويحدثونه عن شيء. أتدرون ما الذي حدث؟ إن هذا الشخص لن يقام عليه الحد، لقد عفى عنه أولياء القتيل في هذه الجلسة. فبدأ الشرطة يتناقلون الخبر، والآن يبشرونه بأنه سوف يعفى عنه، كتبت له حياة. فسبحان من جعل العفو والمغفرة بين السجدتين من أعظم النعم التي يعطى فيها العبد. الآن هو فرح بالخبر، وبدأ الناس يتناقلون تكبير، وبدأ إصدار يصدر الحكم والخبر يعلم مرة أخرى، فبدأوا يتكلمون عنه ويخبرونه، وها هم الآن يخبرونه بالخبر. ما أحلاهم لحظة، وضج الناس وبدأ يحدث، ثم انظروا كيف، ما ينتظر أن يكون شعوره. والله نحن أولى بالفرح إذا أخبرنا بعفو الله عز وجل عنا. أسأل الله يعفو عنا وعنكم، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. لماذا في الصلاة نركع ركوعا واحدا ونسجد أكثر من سجدة؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه في شفاء العليل: ولما كانت الصلاة أفضل أركانها الفعلية السجود، شرع فيها بوصف التكرار، يعني يسجد فيها أكثر من سجدة. يقول ابن القيم: وجعلت خاتمة الركعة التي افتتحها بالقراءة واختتمها بالسجود، كما أن أول سورة في القرآن افتتح الله بها الوحي بدأت بالقراءة وختمت بالسجود. الآن الركعة بدايتها إيش؟ قراءة، قراءة القرآن، وختامها ما هو؟ سجود. تنتهي الركعة بذلك ثم تنتقل الركعة الثانية. أول سورة في القرآن ما هي؟ سورة العلق، بدايتها اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونهايتها كلا لا تطعه واسجد واقترب، بالضبط نفس الركعة. قد يقول قائل: لماذا نقول هذه العبارة رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين؟ لماذا يعني لا نقولها في السجود؟ أليس السجود موضع استجابة الدعاء؟ فإذا لماذا لا نقولها في السجود؟ ومن قال أنه بعد السجود لا يمكن أن يستجاب الدعاء؟ ألا ترى في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى. لاحظ: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى. فها هو صلى الله عليه وآله وسلم سيسأل ربه بعد السجود. فاستجابة الدعاء لا تقتصر فقط على السجود. استجابة الدعاء ممكن تكون في السجود، ممكن أن تكون في التشهد، ممكن أن تكون بين السجدتين. إلا أن الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب الاستجابة ورد في السجود، ولكنه هو ذاته صلوات ربي وسلامه عليه أفضل من صلى على هذه الأرض، هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا أحد الأذكار، وإلا فهناك ذكر ثاني يقال بين السجدتين أيضا، يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وهذا الذكر يجب أن نحفظه،
يعني حتى ننوع، يعني أنا أفضل الإنسان بين فترة وفترة يغير في أذكاره، واستحب ذلك أهل العلم حتى يحصل عنده استحضار حتى الصفات وغيرها، يغير بينها. وإذا أراد الإخوة الاستزادة والحصول على تلك الأذكار مع شروحاتها فكما ذكرنا يمكن الرجوع إلى الموقع. قال ابن القيم: وشرع له بين هذين الخضوعين أي السجودين أن يجلس جلسة العبيد، وأن يسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه، لاحظ، مغفرة ورحمة ورزق وهداية. المغفرة ذكرناها، والرحمة أيضا، الرزق، هناك رزقان، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. فما يوصلك إلى الجنة من طاعة وحضور ذهن واستحضار، هذا رزق. كونك الآن أنت في الصلاة سرحان سرحان سرحان، فجأة قلت لا صلاة كيف أسرح، انتبهت، هذا الانتباه هذا رزق. من أعطاك إياه؟ الله عز وجل. فأنت تسأل الله عز الرزق، وهذا من الرزق. وللآخرة خير لك من الأولى، الله عز وجل يرزقك في الدنيا ويرزقك في الآخرة، ورزق الآخرة خير من رزق الدنيا. قال: ويرزقه ويهديه ويعافيه، معافاة البدن ومعافاة الجسد. قال: وهذه الدعوات، يقول ابن القيم، تجمع له خير دنياه وآخرته. فإن لكل موضع في الصلاة طعما يختلف عن طعم الموضع الآخر. سبحان الله، الجلسة بين السجدتين لها طعمها الخاص، كما يقول ابن القيم، يعني هي كالمأدبة، صلاة كالمأدبة، مثل الوليمة التي جمعت من جميع الألوان والعطايا، وجعل الله في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة لهذا العبد، ليست في اللون الآخر، لتكتمل اللذة. ويصبح العبد في كل لون من ألوان العبودية له لذته. وهذا كيف يحدث؟ المسألة عبارة عن علم، تتعلم هذه الأمور فتذوقها. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا تعلمت هذه الأمور وتفكرت فيها وتأملتها، أسرار الصلاة، ثم اعتقدت بها وعملت بها، فسوف يتغير كل شيء بحسب ما عندك من علوم وأعمال قلبية، بحسب ما تتلذذ بأركان الصلاة. سأضرب لك مثالا. الآن لاعب الكرة تراه يركض ويتعب ويعرق وتتغير رائحته، وربما يصاب ويجلس أشهر مصاب يعالج، ومع هذا تجده طوال 90 دقيقة فرح ويريد أن يلعب أكثر ويريد أن يستمتع أكثر. لماذا؟ لأنه يحب الكرة. طيب، نفس اللاعب هو ذاته يأخذ ورقة حاجيات المنزل من أهله ثم يذهب لقضائها في السوق، فيقف في موقف السيارات يبعد تقريبا عن السوق 1 دقيقة، يمشي من سيارة إلى السوق، هذه الدقيقة على صدره أثقل من الجبل. طيب، أنت بالأمس تركض وتتعب أكثر من 90 دقيقة، فرح، ما تستحمل دقيقة؟ طبعا ما يستحمل هذه الدقيقة بلا مشاعر، ولا يحب أن يذهب إلى السوق ويقضي الحاجات، ما. أما مشاعر الفرح والمنافسة والفوز فكلها موجودة في 90 دقيقة، فتصبح في الحقيقة هذه 90 دقيقة أخف بكثير بكثير من 1 دقيقة. كيف؟ عندما تغيرت المشاعر تغيرت اللذة. نلقاكم.